بعد تفاعل قضية رسالة حياة، الجماعة ترد والكنيسة تستنكر. بالملف المفبرك، وصفت جماعة ميسيون دوفيل اتهامات موجهة إليها. ففي مؤتمر صحفي شدد النائب البطريركي المطران حنا علوان على أن ما حصل مخزن ومعيب، منددا بما اعتبره فسادا قضائيا وإعلاميا. نحن بالكنيسة ما بنحمي حدا، ونحن بنطالب بها القضية هذه اللي عم نحكي فيها أنه يصير في توسع بالتحقيق، تظهر الحقيقة. ونحن بلبنان بمجلس البطاركي عملنا قانون للتحرش الجنسي، وكلفنا لجنة كنسية أن تحقق بالموضوع. واحدة تلو الأخرى، رفض الأب العام للجماعة كل الاتهامات التي اعتبرها حملة افتراءات، محملاً القاضية جوال أبي حيدر مسؤوليتها. صار الإشكال وقت اللي بعتت عيلي وبدها تفرض على إخوتنا يلي بموقع المسؤولية إنه يكونوا عم بيعطوا الولد لهيدي العيلة بدون ما نقوم بأي تحقيق عن العيلة. ولما نحن رفضوا إخوتنا هذا الأمر أصبحنا ألد الأعداء وفتحت الملفات. لو هني حصلين على معلومات كان لح يجي حدا يقول والله أنا دفعت هالقد، منهم قدرين يجيبوه، وإلا كان هون عملوا اللي ما بينعمل. لأنه جماعة رسالة حياة من 20 سنة معروفة بتشتغل مجانا، والأشخاص يلي تحقق معهم وطلعوا لبرا قالولنا عم يضغطوا علينا لنقول بدنا نفل، ونحن ما بدنا نفل. كذلك أكد الأب وسام معلوف أن ملف التعنيف فارغ. ذكرين شغلي حتى أكون بأعلى درجات الشفافية معكم أنه راهبي ضار بكف ولد، ولكن نحن ما منقبل فيه، وبالتالي تم صرف هيدي المربية اللي هني عم بيذكروها. شوفير يلي ضرب الولد بالباص ماضي على الانذار بنفس النهار. فضيحة الأكل الفاسد يا جماعة هي أنينة كاتشب. ب20 سنة ما في حدا فات على المستشفى تستندوا عليها كرمالكم بس. كل الاتهامات المتعلقة بالتحرش الجنسي رفضها الأب معلوف، لافتا فيما يتعلق بما حكي عن أفلام إباحية، إلى أن شخصا أخذ هاتفا من أحد القصار وشاهد أحد هذه الأفلام. إنه وكأنه هني متحرشين. يا خي طب كيف اتهمت أنت دغري قبل الإعلام؟ ما كيف فايدة خي؟ على القليل يقول إنه هو مشتبه فيه. فإذا نحن تحت سقف هيدا القضاء، وبالعكس نحن نصر على إنه يكون في تحقيق عادل وشفاف، لأنه نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى منريد إظهار هيدي الحقيقة. وفي الختام أكدت رسالة حياة أن أكثر من 80 راهبة وراهب يريدون إظهار الحقيقة، سائلة من المستفيد من ضربها؟